بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل تعتقد أنه لص ممكن يحط الفلوس اللي سرقها في يد الشخص اللي سرقها منه؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضامنها بإيدي، شايفها يوماتي غلوتي علي. دي قصة حياتي ضامنها بإيدي، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها بأماني سلامي وضماني بكل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها بأماني سلامي وضماني ضمان كل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك. أتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معنا بكل الطرق، ولا سيما بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب أو صفحتنا على الفيسبوك. بكل الطرق بيسعدنا جدا التواصل معكم أحبائي المشاهدين. ارسل لي قصة عجبتك أو قصة حياتك لتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة طريفة وجميلة ورائعة ومحببة إلى قلبي. قصتنا النهاردة بعنوان اللص وضع الفلوس في يدي. فلوس يعني النقود، يعني المصاري، إن كان حد باللهجة العربية مش بيعرف كلمة فلوس. اللص وضع الفلوس في يدي قصة حقيقية منقولة لينا من خادم حبيب جدا ليا، خادم الرب المبارك الأخ سمير وهبة. يعني أكيد كتير من المشاهدين بيعرفوا الأخ سمير وهبة اللي خدم في أماكن كتيرة في العالم. هو خادم مصري ربنا يديله الصحة، وعمل بعض الكتب زي باقة من رجال الله وباقة من الصلوات المستجابة. وهذه القصة مأخوذة من كتاب باقة من الصلوات المستجابة جزء تاني. طبعا أول سمير وهبة يبقى كل الناس اللازمة بتاعت وعظه اللي بيقول يا حبايب الرب يا حبايب الرب كده. يعني أخ، يعني أنا مديون الأخ سمير وهبة بصلواته لأجلي، رجل الصلاة. يعني لو هقول 100 حلقة ولا كده مش هغطي حلاوة وعظمة وروعة وتقوى هذا الخادم الشيخ المبارك اللي خدم سنين طويلة وشهد عن المسيح. بيحكي خادم الرب الأخ سمير وهبة في كتابه باقة من الصلوات المستجابة جزء تاني هذه القصة عن الراحل نعيم قديس. أخ الراحل نعيم قديس كان هيروح مع الأخ سمير وهبة يحضر العلية الصلاة لجمعيات خلاص النفوس بمصر. وهذه العلية كانت تعقد يوم 50، يعني بعد القيامة، بعد عيد القيامة بعشر أيام كانت العلية بتكون موجودة. وكانوا الإخوة في جمعيات خلاص النفوس يقضوا وقت في الصلاة في العلية ويتذكروا أن التلاميذ ظلوا 10 أيام يصلوا لغاية نزول الروح القدس في يوم 50. لكن المشكلة أن الأخ نعيم قديس قبل ما يسافر العلية كان معاه 185 جنيه، وبدأ رايح علشان خاطر يشتري بيها حاجات البيت قبل ما يسافر العلية. عايز يشتري لحمة، وعايز، هو كاتب كده الأخ سمير، وطبعا معرفش أقلده لأنه هو روعة لما بيحكي القصة. ويا حبايب الرب كان عايز يشتري لحمة، وعايز يشتري خضروات، وعايز يشتري فاكهة، وعايز يشتري كراسات وكتب للولاد. المهم عايز يجهز البيت علشان هو يغيب عن البيت فترة وجوده في العلية في أبو قير، في أبي قير بإسكندرية، واخد 185 جنيه كل ما يمتلك. وهو ماشي في العتبة، راح مشوار بالعتبة، وبين حارة اليهود وحارة زويلة في منطقة العتبة في القاهرة كان المكان مزدحم جدا. واحد خبط فيه كده بالكتف زي ما مكتوب وقال له حاسب يا خينا، وراح خبط فيه. فالأخ نعيم قديس أخ مؤمن حلو اتأسف له، قال له أنا متأسف، مع أنه هو التاني اللي خبط فيه، أنا متأسف جدا أنا ضايقتك. قال له ولا حاجة، بص عليه ومشي. بيحط الأخ نعيم قديس الإيده في جيبه، أتاري الراجل اللي خبطه بكتف وحط إيده وخد الفلوس وسرقها ومشي. المشكلة إن الفلوس دي كان كل ما يمتلكها الأخ نعيم قديس، وعايز يروح العلية وعايز يشتري الحاجات، يعمل إيه؟ وقف في مكانه ورفع قلبه صلى. إخوة زمان الحلوين، يا رب أوجد لينا رجال صلاة كمان في هذا الجيل.
قال كده، قعدت اصلي واقول له يا رب انت عارف ان انا نفسي اروح العليه وعايز اقضي وقت الصلاه، وانا يا رب بسلمك هذا الامر، انا مش عارف اعمل ايه. قال بعد ما صليت، اسمع الكلام ده اللي انا مصدقه تمام، شعرت ان ايد المسيح حرفيا مسكاني وبتقودني في الحواري الضيقه في العتبه. يد الرب تقودني وسط الزحام من شارع لشارع، من حاره لحاره، من حواري حاره اليهود، وقدام قهوة بلدي ربنا وقفني. يعني ايده كده، ايد الرب خدته من حارة لحارة لغاية قدام قهوة بلدي، وقف نص دقيقة لقي الراجل اللي خبطه بالكتف طالع. طبعا يعني دي بقى معجزة ميريكل، يعني انت تصدق ما تصدقش، انا مصدق. الراجل اللي ايه واقف اعتقد انه مباحث، اعتقد انه بليس، هو عارف مكانه ازاي؟ ما هو الا يد الرب جابته ووقف. فده طالع من القهوة ولسه الفلوس في ايده. فأول ما لقي أخونا نعيم قديس اترعب، راح جري عليه وراح حط له ال 185 جنيه كلهم في ايده وقال له مع السلامة وجري. قدر الأخ نعيم الفلوس وراح اشترى الحاجات. يا حبايب الرب، طبعا يا حبايب الرب دي كلمة الأخ سمير وهبة، ويا حبايب الرب أخذ ال 185 جنيه وراح جاب كل الطلبات والباقي دفع. والرب حكى الاخ سمير كان حاضر العليه دي، قال واحده من اروع العليات، ولما حكينا الاختبار كلنا تعزينا. ساستكمل مع قصه اللص وضع الفلوس في يدي بعد ما انا استمتع بترنيمه ولا احلى. طبعا المؤلف بتاعها هو مرنمنا الجميل سامر بطرسه، الصوت الاردني الجبلي القوي، ولحنها لينا مرنم الرائع عيسى كعبر، وسيعزف معنا أيضا أخونا الحلو بيتر أنيس. ابقى معنا بعد الترنيمة، كلام حلو وما تقلبش كده ولا كده، في أحلى من القصة الحلوة دي. ابقى معنا بعد الترنيمة. وحدك انت يا ربي يسوع، انت ناسجني ومشكلني وعارف لما تكون موجوع. وحدك انت اللي بتفهم، وحدك انت يا ربي يسوع، انت ناسجني ومشكلني عارف لما تكون موجوع. بكلامك بتعزيني وفي سترك بتخبيني، وبصوتك بتقول لي يا ابني انت غالي غالي علي. بكلامك بتعزيني وفي سترك بتخبيني، وبصوتك بتقول لي يا ابني انت غالي غالي علي. ضعفي انت القوة يا ربي، حزني انت الفرحة بقلبي. لما بكون ضايع في دربي نورك هو بيرشدني. قرب خطوة تقرب يوم، صلي لك وبتسمع دوم. زيل الخوف تشيل اللوم، وبحبك انت بتشبعني. ضعفي انت والقوة يا ربي، حزني انت الفرحة بقلبي. لما بكون ضايع في دربي نورك هو بيرشدني. قرب خطوة تقرب يوم، صلي لك وبتسمع دوم. زيل الخوف تشيل اللوم، وبحبك انت بتشبعني. بكلامك بتعزيني وفي سترك بتخبيني، وبصوتك بتقول لي يا ابني انت غالي غالي علي. بكلامك بتعزيني وفي سترك بتخبيني، وبصوتك بتقول لي يا ابني انت غالي غالي علي. خلقني انت جابلني، انت عارفني انت كاشفني. والشعره اللي بتسقط مني عندك محسوب يا ربي. قبل ما احكي
عارفها وعارف طلباتي، بتسدد لي احتياجاتي حتى في نومي بتلبي. انت خلقني انت جابلني، انت عارفني انت كشفني، والشعرة اللي بتسقط مني عندك محسوب يا ربي. قبل ما احكي لك صلاتي عارفها وعارف طلباتي، بتسدد لي احتياجاتي حتى في نومي بتلبي. بكلامك بتعزيني وفي سترك بتخبيني، وفي صوتك بتقول لي يا ابني انت غالي غالي علي. بكلامك بتعزيني وفي سترك بتخبيني، وفي صوتك بتقول لي يا ابني انت غالي غالي علي. وحدك انت اللي بتفهمني، وحدك انت يا رب يسوع، انت ناسجني ومشكلني عارف لما تكون موجوع. وحدك انت اللي بتفهمني، وحدك انت يا رب يسوع، انت ناسجني ومشكلني وعارف لما تكون موجوع. بكلامك بتعزيني وفي سترك بتخبيني، وبصوتك بتقول لي يا ابني انت غالي غالي علي. بكلامك بتعزيني وفي سترك بتخبيني، وبصوتك بتقول لي يا ابني انت غالي غالي علي، انت غالي غالي علي. وحدك انت اللي بتفهمني، كانت هذه الترنيمة الرائعة من ترنيم وتأليف مرنمنا الجميل سامر بطرسة، وعزف بيتر أنيس، ترنيمة اللي لحنها عيسى كعبر المرنم الجميل. في قصتنا النهاردة اللي بعنوان اللص وضع الفلوس في يدي، القصة منقولة من كتاب باقة من الصلوات المستجابة، جزء تاني من خادم الرب الجميل الأخ سمير وهبة، اللي حكى ازاي ان الاخ الحبيب نعيم قديس كان عايز يروح العليه الصلاه في ابي قير باسكندريه، وجهز ال 185 جنيه عشان يجيب طلبات البيت، واللص خبطه كتف غير قانوني وحط ايده في جيبه وخد الفلوس ومشي. الاخ نعيم بعد ما تاسف للص حط ايده في جيبه لان ما فيش فلوس، يا رب لا هقدر اروح العليه ولا هقدر. المهم ربنا قاده، قال حسيت ايد ماسكه ايدي من حاره لحاره، وقفت قدام قهوه راح طالع اللص ولسه الفلوس في ايدي، طب في ايده. فطبعا اترعب ورعب الله نزل عليه، جه بسرعه وانحنى كده وراح حط الفلوس في ايدي واداني سلام ومشي. قصه رائعه رائعه، وعايز اشاركك في هذه القصه الحقيقيه في ثلاث كلمات. الكلمه الاولى عن الصلاه وعظمتها، والكلمه الثانيه عن الحياه وصيانتها. حياتي وحياتك بتصانة، حياتنا مش لعبة، وفلوسنا مش لعبة، وشعور رؤوسنا زي ما سمعنا في الترنيمة اللي فاتت مش لعبة، مضمونة مرقمة. يا سلام. يبقى كلمة عن الصلاة وعظمتها، وكلمة عن الحياة وصيانتها، والكلمة الثانية عن السرقة وخطورتها. خطر جدا اني اكون بسرق. طيب الصلاة وعظمتها، عايز اقول كلمة عن اني تقريبا قعدت ابحث في الكتاب، لقيت ان الصلاة كل حاجة في حياتنا الصلاة متخللها. وطبعا مش ممكن في حلقة زي دي اقول لك مثلا ما هي الصلوات اللي في الكتاب، يعني ده في كتب مثلا عن صلوات الرسول بولس كتاب كده. فصلوات ما اقول مثلا حاجات، الصلاة طريق للبركة، اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. الصلاة تنجي من الخطر، صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او سبت. الصلاة تعطي البصيرة زي بارتيماوس الأعمى لما كان بيصلي في مرقس 10. الصلاة في لوقا 10، صلوا لكي يرسل الله فعل إلى حصاده، لوقا 10:2. الصلاة هي طريق النجاة من التجربة، لوقا 22:40. سهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. الصلاة وسيلة الفرح، لا فرح في الحياة دون صلاة، قال المسيح في يوحنا 14 وعدد 24، اسألوا فتأخذوا ليكون فرحكم كامل. الصلاة أفضل وسيلة للعلاج من القلق، أفضل من المهدئات والمسكنات وكل الدكاترة النفسيين صدقني. في روشتة الفرح
وروشتة الهروب من القلق في فيليبي 4 اللي بتقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، وبيقول لا تهتموا بشيء لا تقلقوا بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. الصلاة تزيل الغضب والجدال في تيموثاوس الأولى 2:8 رافعين أيادي طاهرة بلا غضب ولا جدال، تعطي التعقل بطرس الأولى 4:7 تزيل الأوبئة والغضب الإلهي، إن تواضع شعبي وصلوا إلي ملوك الأول 8 وأخبار الأيام الأول 7. طبعا الصلاة لأجل الكنيسة الصلاة الشهيرة اللي صلاها المسيح في يوحنا 17، أول مرة بدأ يدعى باسم الرب، أول صلاة تذكر في الكتاب لما اتولد شخص اسمه أنوش، وأنوش معناه هش، يعني لما تحس أنك ضعيف أنت محتاج تصلي. الصلاة تعطي عونا في حينه، تقدم بثقة لعرش النعمة فنجد نعمة رحمة عونا في حينه في عبرانيين 4. الصلاة تفتح السجن في أعمال 12، الصلاة عادة رائعة في أعمال 16، صلاة كانت عادة رائعة في ليدية، صلاة جزء من السلاح الكامل في أفسس 6:13، الصلاة تشفي المريض، صلاة الإيمان تشفي المريض، الصلاة تعطي النصرة الروحية وهكذا. الصلاة وعظمتها، في بعض للأسف وقت البرنامج يعني، لكن في بعض شروط للصلاة المستجابة، يعني مرات بس بعت لنا أنا صليت وربنا ما استجابش. طبعا ربنا مرات يستجاب بنعم، ومرات يستجاب بلا، ومرات يستجاب بنعم أو لا أو انتظر. ومرات تبقى صلاتي غلط، مثلا صلاة الشرير مكرها عند الرب. في شروط للصلاة المستجابة، أرسل إلي، صدقني هوعدك سواء على الفيسبوك أو بالإيميل، أكتب لي أرسل لك بعض الشروط الصلاة المستجابة، في حوالي 20 شرط. أنا مش بصعب الصلاة عليك، أنت مجرد ما ترفع رأسك لربنا وتصلي يسمعك، بس علشان تبقى رجل صلاة محتاج لهذا. مثلا الثبات في المسيح، المسيح إن ثبتتم في تطلبون ما تريدون فيكون لكم، مثلا اللجاجة وهكذا. لكن أتكلم في النقطة الثانية، كلمت كلمة عن الصلاة وعظمتها، لكن أتكلم في النقطة الثانية عن الحياة وصيانتها. أنا مصدق، أنا مش عارف أنت مصدقة ولا لا، أو أنت مصدق ولا لا. المسيح قال أبوكم السماوي بيعرف كل حاجة عنكم، وشعور رؤوسنا محصاة، في الأصل اليوناني مرقمة، يعني شوف أنا شعري كتير ولا قليل؟ كتير طبعا، لكن كل شعراية عندها رقم، واللي تقع ربنا يديك رقم تاني يا حبيبي. يعني فلوس الأخ نعيم قديس 185 جنيه محفوظة عند الرب، وكان زمان فلوس شعب الله اللي أخذها المصريين ساعة الخروج ربنا ردها كلها. صدقني أنت وبيتك ومالك، قول مع موسى مفيش ظلف لإبليس، عارف ظلف اللي هي ضفر بهيمة، إبليس ملوش حاجة في حياتي ولا فلوسي ولا جيبي ولا عيالي ولا أهلي ولا بيتي ولا عربيتي ولا لبسي، كل حاجة محفوظة إلا لو أنت اديت فرصة إن إبليس يتخلل في حياتك. لكن بجد أنا وإنت محفوظين ليسوع المسيح، أنا مصدق، أنا مصدق إن بيتي متصان وفي كفر في غطاء، إبليس ما يقدرش يقرب، سور من نار حوالينا ومجد في وسطنا، هكذا هو الوعد لنا. لكن أتكلم كلمة عن السرقة وخطورتها، تكلمت كلمة عن الصلاة وعظمتها، حياتي وحفظها وصيانتها، ثم السرقة وخطورتها. السرقة ربنا بيزعل منها، زمان في العهد القديم كان في ذبيحة لو حد سرق حتى سهو، ذبيحة الإثم، كان بيرد المسروق ويرد الخمس، وكمان يقدم ذبيحة إثم اللي تيجي بعد ذبيحة الخطية. فربنا بيكره السرقة. زكى لما رجع لربنا قال إن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف، ويقول الكتاب لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحر يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. هتقول لي طب وممكن الإنسان يسرق ربنا؟ تخيل في آيات كتيرة على إن اللي بيسرق ربنا في العشور والعطايا هي سرقة. مثلا في زكريا يقول كده، أسف، في ملاخي 3:8 أيسلب الإنسان الله؟ سؤال. فيرد ربنا ويقول فإنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة.
لكن في عناية لينا مخصوصة بيقول كده: أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم لأنهم من يمسكم يمس حدقة عينه. أنا محفوظ بس السرقة خطية. أخطر حاجة إن ربنا يزعل منك إذا إبليس سرق عمرك بمزاجك. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكم لها أفضل. الحرام اللص بالصلاة حط الفلوس في إيدين أخونا نعيم قديس. وأنا عايز النهاردة لو صليت لربنا زي ما صلى نعيم قديس، ربنا يرجع لك حياتك اللي سرقها أكبر بلطجي، وإحنا في أيام البلطجية كتروا فيها جدا، أكبر بلطجي عالمي هو إبليس. قال عنه الرب يسوع مرة تاني في يوحنا 10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. إذا كان إبليس سرق فرحك، سرق شبابك، سرق طهارتك يا بنتي، سرق قداستك عزيز الشاب وانحرفت في السكر والمخدرات وأفلام النجاسة، إبليس سرقك هيسرق أبديتك للجحيم. قل له يا رب يا لنا أنقذت نعيم قديس، انقذني أنا يا رب، يا رب حررني من إبليس بقوة دمك يلي جيت علشان تديني حياة وليكون لي أفضل. أتركك في رعاية الله إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة رد للمسلوب. لا يوجد أمر في أمور الحياة الصلاة مش متخللها، يعني الصلاة داخلة في كل نسيج حياتنا، كل حياتنا. يا رب علمنا أن نصلي. إن كان إبليس سرق منك كل حاجة في الحياة، يوجد يسوع المسيح اللي حررك من إبليس ويرد لي كل حاجة زي ما حصل في قصتنا اللص وضع الفلوس في يدي.